سليم بن سعد طبيب داخلي متربص، سكرتير جنرال سابقا في اوجيت فاكولتي ميديسين دو تونس. اكتوالمون قاعدين نحضروا في نقابتنا المكتب الجديد نتاع النقابه اللي هي سانديكات زانترن دي ريزيدون دو تونس سيرت. اليوم حبيت نحكي على المشكله اللي باش تصير في السبيطارات التونسيه، ولا باش يلقاو رواحهم السبيطارات الجامعيه فيها ابارتير دو 1 نوفمبر هذا. المشكله هذه تتمثل في انه المتربصين في الطب سنه اولى وسنه ثانيه ما همش باش يعملوا الاختيار مراكز تربصات، يعني يفون بويكوتي لي ستاج. دونك ا بارتير دو 1 نوفمبر جوسكو 31 ديسمبر ما فماش اطباء داخليين في المستشفيات الجامعيه. يقول القائل هما متربصين، دونك شنو القلق اللي باش يصير؟ معناه اما الناس اللي ما تعرفوش، واللي غريب انهم يعرفوهش ولا انه من حقهم انه يعرفوه زادا، هو انه الاطباء الداخليين هذوما المتربصين والاطباء المقيمين زادا اللي هما المتربصين في الاختصاص هما اللي مسؤولين على سيروره العمل بالمستشفيات. بمعنى انه الاطباء المتربصين هذوما هما اللي يزاسيغ لي غارد، معناها الحصه الاستمراريه في الليل يقوموا بها هما، هما اللي شادين لي زورجونس يشوفوا المرضى معناها في الاستعجالي، وهما اللي يرعاو المرضى لوسبيتاليزي اللي هما معناها مقيمين في المستشفى. راهي هو قانونيا المسؤوليه تقع على عاتق الطبيب المؤطر، يعني لو ميدسان سينيور، لو بروفيسور، لاسيستون ولا اجريجي، اللي هو يفا معناها ديريجي خدمة الأطباء المتربصين في الفترة الليلية. هذا ماهوش قاعد يصير لسبب بسيط جدا، هو أنه الأطباء المشرفين ما يكونوش موجودين في حصة الاستمرار، وهذا يجعل أنه ليزانتيرن المتربصين ولي ريزيدون هما ياخذوا القرارات المتعلقة بالمرضى، وهما اللي يختاروا الدواء، وهما اللي يقرروا شكون المريض اللي يرقد وشكون المريض اللي يروح. اي ميم انكور في المستشفيات اللي فيها اقسام نتاع جراحة، الاطباء المتربصين في الاقامة هما اللي يباشروا العمليات الجراحية حتى بعدم حضور طبيب معناه مشرف. اذا دونك الاطباء الداخليين اللي كملوا باش يغادروا المستشفيات لو 1 نوفمبر، والاطباء اللي نورمالمون يلتحقوا بالمستشفيات لو 1 نوفمبر رافضين الالتحاق بالمستشفيات هذه لسبب انه الظروف نتاع العمل باش تكون غير قابله، باش تكون غير ملائمه للعمل الطبيعي، لانه الافكتيف نتاع الاطباء المتربصين باش يتقسم على اثنين، واللي شارج باش يقعدوا هما بيدهم. شنو اللي خلى اليوم الوزاره تلقى روحها في الوضعيه هذه؟ هو قرار اتخذ في تطبيق لا ريفورم دي زيتود ميديكال ابارتير من سنه، اللي هي تخلي انه لي زيتوديون اللي في سنه خامسه طب اللي كملوا لا فورماسيون تيوريك نتاعهم ما يدخلوش يخدموا في الانترنا، يمشيو يقعدوا الى ريفيز لو كونكور دو ريزيدانا اللي باش يعديو في ديسمبر. اذا نوفمبر ما فماش اطباء متربصين جدد، وفي نوفمبر الاطباء المتربصين القدم كملوا الكونترات نتاعهم مع الوزاره وباش يمشيو على رواحهم. دونك ما فماش اطباء متربصين في السبيطارات، ما ينجروا عنه انه السبيطارات نتصور حسب اللي عشته في السبيطارات نتصور انه سيتم معناها اعاقه العمل بالمستشفيات، باش يكون هناك شلل تام في سيروره العمل بالمستشفيات. القرار هذا للاسف الشديد بصفتي كاتب عام قديم تاع الاتحاد العام طلب تونس نبهنا أكثر من مرة عمداء كلية الطب، ونبهنا الوزارة بمراسلات، وعملنا حتى ريفيراندوم معناها أشرفت عليه منظمة عتيد مشكورة، اللي فيه 92% من طلبة الطب يرفضوا تطبيق الريفورم بالشكل هذيك، يعني ما غير تحضير أرضية مسبقة وما غير ما يتم مناقشة لي ديتاي يعني الجزئيات نتاع تطبيق الريفورم هذا. دونك اليوم يلزمنا نقفوا لحظه تامل ونكونوا صادقين مع رواحنا، كيك سوا وزاره والا طلبه والا كليه واساتذه. حاب نذكر المشرفين على كليات الطب الاربعه والمشرفين في الوزاره انه فما اجتماع صار بين الوزاره والاربع كليات نتاع الطب، الاربع عمداء نتاع كليه الطب، وخرجوا به في قرارات. هذا صار في 2013. القرارات هذه النقطة الرابعة فيهم تقول أنه
les étudiants et les internes en médecine ne seront lésés en aucun cas par la réforme هذه. اليوم نحب نقول لهم هنا جينا ورانا لزي بالخيارات اللي عملتوها، وإذا كانت تحب نلقاو حل حقيقي فأنه يلزم أولا يمدوا يد الحوار، يحبوا يقولوا رانا نحبوا نتحاوروا ويحلوا بيرواتهم ويخرجوا من بيرواتهم ويهبطوا للسبيتارات ويشوفوا الوضعية في السبيتارات ويتناقشوا مع اللجنة اللي تكونت هذه متاع ليزانتينون بريميراني ويرجعوا العقلية النقاش مع النقابات. حاجة أخرى نحب نقولها، إذا كان مازلنا باش نمشيو في عقلية التهديد متاع ستاج نون فاليدي وعقلية التهديد متاع يلزمكم تمشيو بصيف وكل شيء، احنا قاعدين ننظموا في بيتنا الداخلي تو وقاعدين نشكلوا في نواة جديدة متاع المكتب النقابي متاع ليزانتين لي ريزيدون وفي اتصال دائم بالمركزية النقابية. وإذا كان باش نواصلوا في السياسة هذه متاع التخويف فأنه سانديكا دي زانتين دي ريزيدون مع المركزية النقابية متاع الاتحاد العام التونسي للشغل ممكن نلتجئوا للمحكمة الإدارية باش نوقف القرارات الجايرة هذه، وقتها كل واحد يتحمل مسؤوليته في قراراته.